صلوا على النبي. بكره ان شاء الله باذن الله المنتخب السعودي يكسب اندونيسيا في اندونيسيا، موضوع ان هو يوصل لكاس العالم بقى 90% او اكتر من 90% محسوم للمنتخب السعودي ان شاء الله باذن الله. وعايز اقول لك ان الموضوع مع المنتخب السعودي بعد رحيل روبرتو مانشيني حسيت الموضوع سهل، حسيت ان الموضوع اتفك كده. يعني انا كنت حاسس ان روبرتو مانشيني اساسا زي كابوس طابع على نفس المنتخب السعودي والكره السعوديه، كابوس حمل هم كده انا مش عارف هيعمل ايه مع اقل المنتخبات منه اداء ومستوى وترتيبا وتصنيفا. كنت بشوف المنتخب السعودي مش قادر يعمل حاجه. روبرتو مانشيني مشي من هنا المنتخب السعودي ما كسبش. انت رحت لعبت استراليا تعادلت معاه، تعادلت في مدرب لسه جاي جديد، لان مثلا انت بتقول استراليا منتخب منافس مع المنتخب السعودي اللي هياخد البطاقه الثانيه في المجموعه. فانت لما تشوف بقى وتتفرج على المباراه والمنتخب الاسترالي هو اللي بينافس حقيقيه المنتخب السعودي، وتبص تلاقي ان نسبه الاستحواذ في مصلحه الاخضر المنتخب السعودي، فدي نقطه ايجابيه. هل كانت هتحصل مع روبرتو مانشيني؟ هل الشكل والاداء والروح والاطمئنان اللي انت بتتفرج فيه او عليه في على المنتخب السعودي في الفتره الحاليه كنت حاسه مع روبرتو مانشيني؟ لا ما كانش موجود. روبرتو مانشيني زي ما تقول كده كان جاي يطبق اجنده، جاي باصص للشرط الجزائي والمرتب اللي هو بياخده اللي ما عملش منه ب3 ريال ونص. يعني يمكن حتى لو هتيجي تحاسب روبرتو مانشيني على اللي حصل مع المنتخب السعودي وتحاسبه بشكل صحيح، هتلاقي ان روبرتو مانشيني مديون للكره السعوديه وعليه فلوس وحياته ايه؟ يبيع بيته اللي هو قاعد فيه هناك عشان ايه؟ يسد اللي عليه. لكن هي دي كره، ما تعرفش كان جاي يفصل ايه وجاي يعمل ايه. عشان ما واحد يجي يقول لي اصل روبرتو مانشيني حقق مثلا الدوري الانجليزي واليورو وحصل مش فين؟ فين ده؟ انا عمل معايا ايه؟ حقق ايه؟ لكن بص ولا تعادل، تعادل المنتخب السعودي مع استراليا مع ان المنتخب السعودي يستحق الفوز، وما اعرفش الهدف اللي اتحسب اوفسايد، اتحسب اوفسايد على اي اساس؟ هل علي البليهي كان واقف في مصيدة التسلل؟ ما الكوره اتعادت من اي زاويه تعادت الكوره؟ انا ما اعرفش كان حيت الكوره تتعاد من زاويه ثانيه وثالثه عشان نشوف الكوره دي اوفسايد ولا مش اوفسايد. وهل علي البليهي يا جماعه كان مؤثر في تفكير حارس المرمى؟ حارس المرمى رايح مع الكوره، حارس المرمى رايح مع الكوره بشكل سليم، يعني علي البليهي ما غيرش حاجه. يعني حارس المرمى رايح في الكوره بس الكوره محطوطه في مكان صعب يجيبه حارس المرمى، لان كان واقف متطرف بعيد عن الكوره والكوره رايحه في مسارها الصحيح والحارس طاير ورايح على الكوره في المكان اللي هي موجود فيها الكوره وما قدرش يجيبها. فانت لما تيجي تقول لي ان الكوره دي تتحسب جون ولا ما تتحسبش جون، هات لي الزاويه الصحيحه بتاعت الاوفسايد، هات لي ولو حتى واقف اوفسايد القانون بيقول ايه، ولا هي المزاجيه يعني مثلا مع الفار مع الحكم بالمزاج تتحسب الكوره؟ انا ما اعرفش. ولكن في الاول وفي الاخر انت حسيت ان الموضوع تيسر بعد رحيل روبرت مانشيني. المنتخب السعودي بكره يكسب اندونيسيا في اندونيسيا هيبقى في المركز الثاني، ويبقى بشكل كبير جدا ضمن البقاء البطاقه الثانيه للصعود، لانه هيلعب بعد كده ان شاء الله المنتخب الصيني في السعوديه. والمنافسه سيبك من مباراه اليابان، لان في الفرق الوقت الحالي مباراه اليابان في يعني كترتيب عالمي وتصنيف عالمي اقوى من المنتخب السعودي. فانت في مرحلة ان انت تعود المنتخب السعودي اللي انت تعرفه المنتخب السعودي. فالموضوع اندونيسيا ان شاء الله بكرة المنتخب السعودي يكسبها، هتلاقي ان الموضوع تحول 180 درجة ما بين رحيل روبرتو مانشيني ومجيء رينارد، والكرة السعودية ان شاء الله بإذن الله تنجح وتحقق نجاح اكتر واكتر. وفي النهاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتمنياتي بكرة إن شاء الله بإذن الله بفوز الأخضر المنتخب السعودي وصعوده لكأس العالم من خلال المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.